رؤساء الوفود، معالي أمين عام الاتحاد الدولي للاتصالات، سعادة رئيس المؤتمر، السيدات والسادة أعضاء الوفود والمشاركين، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إنه لمن دواعي سروري أن أتحدث إليكم بمناسبة انعقاد المؤتمر العالمي لتنمية الاتصالات، وباسم وفد المملكة العربية السعودية أتقدم بوافر الشكر والتقدير لحكومة الأرجنتين على حسن الضيافة وحفاوة البالغة، وعلى ما وفروه من إمكانيات جعلت حضورنا إلى المؤتمر ميسراً ومريحاً. كما أود أن أهنئ رئيس المؤتمر ونوابه ورؤساء اللجان ونوابهم على الثقة التي حظوا بها لتولي قيادة المؤتمر في مسيرته للتوصل إلى نتائج موفقة في الموضوعات المعروضة عليه. السيدات والسادة، لقد أدركت حكومة المملكة العربية السعودية أهمية قطاع الاتصالات وتقنية المعلومات منذ وقت مبكر، كونه ممكن الاقتصاد الرقمي الجديد، وجاءت رؤية المملكة العربية السعودية 2030 دافعاً قوياً لمشاريع قطاع الاتصالات وتقنية المعلومات، وتتضمن برامج الرؤية أهدافاً استراتيجية متعلقة بالقطاع، من أبرزها تطوير البنية التحتية وتعزيز توفير النطاق العريض وتعزيز الابتكار في التقنيات المتطورة. هذا ويعد سوق الاتصالات في المملكة العربية السعودية من أكبر أسواق الاتصالات في المنطقة، إذ بلغ حجم الإنفاق على خدمات الاتصالات وتقنية المعلومات حوالي 35 مليار دولار في العام 2016 بمعدل نمو يزيد عن 8% مقارنة بالعام 2015. السيدات والسادة، يتزايد الاهتمام العالمي بالتطور السريع في بيئة الاتصالات وتقنية المعلومات، كونه يتيح فرصاً غير مسبوقة للتنمية في مجالات عديدة، منها على سبيل المثال الاقتصاد الرقمي والمدن الذكية والذكاء الاصطناعي. ويتزامن مع هذه الفرص شواغل متعلقة بالسياسات العامة لحماية الفضاء السبراني وخصوصية البيانات والأمن، ويتطلب الأمر تضافر الجهود على المستوى الدولي من أجل مساعدة الدول، خاصة النامية منها، في الاستفادة المبكرة من هذه الفرص. وكذلك أهمية وضع أطر وآليات دولية تضمن حماية البنية الرقمية التي تقوم الدول باستثمار مليارات الدولارات في إنشائها وتطويرها. السيدات والسادة، إن المملكة العربية السعودية منذ أصبحت عضواً في الاتحاد الدولي للاتصالات عام 1949، وهي تسخر إمكانياتها وخبراتها البشرية لدعم أنشطته وتشارك بفعالية في محافله المختلفة، وتعد من أكبر الداعمين له. ونهتم في المملكة العربية السعودية بكل ما ينبثق من الاتحاد الدولي للاتصالات، وأن يظل الاتحاد الجهة الدولية في الأمور ذات العلاقة بالاتصالات وتقنية المعلومات. كما نهتم كذلك كثيراً بدور الاتحاد في مساعدة الدول الأعضاء، خاصة الدول النامية والدول الأقل نمواً، كي تتمكن من الاستفادة المبكرة والشاملة من التطورات والمستجدات التقنية. وأود التأكيد على أن المملكة العربية السعودية عاقدة العزم على مواصلة جهودها لدعم الاتحاد وأنشطته واستمرار مواكبته للمستجدات والمتغيرات في بيئة الاتصالات وتقنية المعلومات، وذلك من خلال إعادة ترشحها لعضوية مجلس الاتحاد. وفي الختام، أرجو الله تعالى أن تتكلل أعمال المؤتمر بالنجاح لما فيه الخير لشعوب العالم كافة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.